موسى لربه: يا ربي خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وتبت عليه، فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها؟ فقال له الله: يا موسى يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين. إن الله تعالى يقول لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى التوراة، قال موسى لربه: يا ربي إني أرى مكتوبا في التوراة أن هناك أمة تأتي إذا استقرت اللقمة في بطونهم غفرت لهم لأنهم يبدأون الطعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله. اللهم اجعلهم أمتي يا ربي. قال الله لموسى: يا موسى إنهم أمة محمد. قال موسى: يا ربي إني أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل سيئة فلم يفعلها وتركها من خشية الله كتبتها له حسنة، اجعلهم أمتي يا ربي. قال له الله: يا موسى إنهم أمة محمد. قال موسى: يا رب أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، اجعلهم أمتي يا رب. فقال له الله: يا موسى إنهم أمة محمد. فقال موسى: يا ربي اجعلني من أمة محمد. موسى، موسى يتمنى ان يكون واحدا من هذه الامة التي صرفها الله بمحمد. ولذلك قال عمر بن الخطاب للحبيب المصطفى ذات يوم: يا رسول الله إنا نقرأ في التوراة أحاديث تعجبنا أفنكتب بعضها؟ فقال الحبيب لعمر، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم للفاروق: يا عمر أمتحيرون أنتم كما تحيرت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك يقول الحبيب المصطفى: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي محى الله بي الشرك وأنا العاقب فلا نبي بعدي وأنا الحاشر الذي يحشر العباد على قدمي وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأنا أول شافع ومشفع وأنا أول من يأتي إلى باب الجنة. صلوا عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله.